كرة القدم عن استجابة الاتحاد الأفريقي لطلب الاتحاد المصري بتعديل ميعاد مباراتي المنتخب الوطني قصاد غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. وبناء على طلب اتحاد الكرة فقرر الكاف تعديل مواعيد الجولتين الأولى والثانية عشان يتم إقامتهم أيام 5 و9 يونيو بدل من 2 و6 يونيو، وطبعا بسبب تعارض المواعيد مع ميعاد نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يوم 30 مايو اللي جاي. كمان نكمل بقى أخبارنا ولكن من النادي الأهلي، ويخوض الفريق النهاردة تاني تمرين ليه في الجزائر على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وده نفس توقيت المباراة واللي هتقام بعد بكرة إن شاء الله يوم السبت على ملعب 5 يوليو. هيحدد الجهاز الفني خلال الساعات اللي جاية دي موقف محمد عبد المنعم مدافع الفريق من المشاركة في لقاء وفاق سطيف بعد ما منح الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب في المباراة، ومشاركة عبد المنعم تتوقف على حالة اللاعب البدنية والفنية في تمرين الفريق الأخير قبل اللقاء. كمان عمرو السولية هيعمل اختبار طبي عشان يحدد موقفه من المشاركة في اللقاء بعد طبعا عدم مشاكلته من أي ألم دلوقتي في العضلة الخلفية واللي كان بيعاني من شد فيها. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجرى اتصال هاتفي امبارح بالعمري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس البعثه في الجزائر عشان يطمن على احوال الفريق المتواجد في الجزائر ويطمن على كل افراد البعثه وترتيبات المباراه وغيرها من الامور اللي بتتعلق اكيد بالرحله واللي بيخوض فيها الفريق مباراه مهمه قصاد وفاق سطيف الجزائري على ارضه وسط جمهوره. كمان كابتن محمود الخطيب طلب من لعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا عرض قوي ويحققوا اكيد نتيجه جيده قصاد وفاق سطيف عشان يتأهلوا لنهائي دوري أبطال أفريقيا ويواصلوا كمان مشوار التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وال11 في تاريخ النادي الأهلي عشان يستعدوا جماهير النادي. كمان بيواصل مجلس إدارة النادي الأهلي اتخاذ كافة الطرق القانونية عشان يحافظوا على حقوقهم في الأزمة الحالية الخاصة بقرار الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في المغرب برغم حسم فريق الوداد المغربي صعوده للمباراة النهائية بنسبة كبيرة جدا بعد الفوز بره أرضه بنتيجة 3-1، وده أكيد اللي بينسف مبدأ تكافؤ الفرص. وبعد قرار مجلس إدارة النادي باللجوء للمحكمة الرياضية في الأزمة دي أكد مصدر جوه النادي أن المجلس بيدرس حاليا طلب باستخدام حكام من خارج قارة أفريقيا للمباراة دي في حالة الإصرار على إقامتها في دولة المغرب، ده طبعا لتحقيق مبدأ النزاهة وخوفا أكيد من التعرض لأي ظلم تحكيمي. وهيتم التنسيق ما بين الأهلي وبين اتحاد الكرة بهذا الشأن لأن طبعا هو الجهة المعنية بمخاطبة الكاف. كمان طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الأفريقي باستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال استنادا للانسحاب الخاص بالسنغال من سباق التنظيم، وشدد كمان النادي الأهلي على ضرورة مساندته في الأمر ده وإمداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات اللي تم إرسالها من اتحاد الكورة، وطلب كمان فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، وكمان الخطابات اللي تلقاها الاتحاد من الكاف عند إعلانه عن بدء تقديم الاتحادات المختلفة لتنظيم نهائي دوري الأبطال وشروط كمان التقديم، وده للاستعانة بكل المستندات دي في الشكوى اللي هيتقدم بها النادي الأهلي للمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات اللي جاية. لسه مكملين مع حضراتكم برضو اخبار النادي الاهلي، والانتقالات الصيفيه هتكون على مستوى مميز جدا لانه بيتم التفاوض دلوقتي مع مجموعه مميزه جدا من اللعيبه واكيد على راسهم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي واللي من الاهداف المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. مسؤولين النادي الاهلي رصدوا ما يقرب من 1,750,000 دولار عشان يتعاقدوا مع بن رمضان، وبالمناسبه اللاعب مرحب جدا وعاوز ان هو ينتقل للنادي الاهلي. كمان بيدرس برضو الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الدخول في مفاوضات مع سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز بطل طبعا جنوب افريقيا واللي وصل للمباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا في النسخه اللي فاتت دي قصاد النادي الاهلي قبل ما يخسر تشيفز بثلاث اهداف قصاد النادي الاهلي، وظهر نوركوفيتش بمستوى رائع مع فريقه في بطوله الدوري الجنوب افريقي ونجح كمان ان هو يكون واحد من الهدافين البطوله، وده اللي خلاه تحت انظار موسيماني عشان يدعم الهجوم الاهلاوي بيه بعد طبعا واجه الفريق حاله من العقم التهديفي الشديد خصوصا في بطوله الدوري المصري الممتاز لم يسجل الفريق سوى هدف وحيد من ركله جزاء تعادل بها قصاد سيراميكا كليوباترا في الدوري على مدار الثلاث مباريات خاضها النادي الاهلي. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع ونكمل معاكم هنا بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا.